انطلاق الرحلات المدرسية في آذار الجاري دون أي تغيير على موعدها حدث يستحق الوقوف عليه في ظل الانتشار السريع لفيروس H1N1 أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير. احنا ضمن تعليماتنا بنشدد على انه الحالات المرضيه في المدارس لازم تراعى في الرحلات المدرسيه، مثلا اي طالب مريض لازم يعلم مديره المدرسه المسؤوله عن الرحله او مدير المدرسه ويراعوا في الرحله سواء طلع ولا ما طلع. ثانيا انفلونزا الخنازير زي ما بتعرفي منتشره هي، بس انا ما بقدر احرم طلاب المدارس اللي ما بصدقوا يجي موسم الرحلات المدرسيه ينبسطوا في رفعوا عن حالهم عشان انفلونزا الخنازير، الا اذا اجاني شيء من وزاره الصحه بقول انه هالمرض خطير جدا وبنتشر بطريقه فظيعه امنعوا الفصل هذا. وفي الوقت الذي اكدت التربيه والتعليم عدم حصولها على اي تعليمات لتاجيل الرحلات المدرسيه، فقد بررت الصحه ذلك بعدم وجود خطوره تذكر، على الرغم من تسجيلها 114 اصابه وخمسه وفيات خلال الاسبوع الماضي. إذا ما أخذوش من الرحلة بأخذه في الصف، بأخذه في الدار، بأخذه من أهله، بأخذه في المحل، بأخذه في الباص، بأخذه في السوبر ماركت، في الدكان، المرض موجود في المكان. وبعدين مش المرض بعدي من واحد لواحد، بس هو السبب الأساسي واحد لواحد. يعني أنا هلأ واقف قبالك بالرذاذ اللي أنا بحكيه، بكون إذا أنا مصاب بالفيروس أو حامل الفيروس بنتقل إليك، لأنه مسافة متر بستطيع أن أمشي بالهواء. هلأ ما انتقلش، بنتقل من خلال الميكروفون، من خلال الطاولة. هلأ أنت مسكت الميكروفون معناه أنه ممكن تسبب عدوى وأنك بتلوث سواء لك أو لغيرك. لهذا السبب يعني صعب جدا أن الواحد يسيطر على الفيروس. الفيروس سريع الانتقال وبنتقل بطريقة غير مباشرة. أباء وأمهات في مدينة رام الله أبدوا حيرة واضحة حول الموضوع، فما بين خوفهم على صحة أولادهم وحرمانهم لهم من الرحلات، تأملوا خيرا من الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة. وبشجع على الرحلات المدرسية، وطبعا بخاف عليهم من إنفلونزا الخنازير، وبتمنى إنها المدرسة بالاشتراك مع الأهل ومجلس أولياء الأمور إنها تحاول أول إشي تعمل إرشادات للطلاب قبل ما يروحوا على الرحلة. طبعاً الكل بخاف، بس يعني جريت إن اللي يكونوا مع الرحلة إنهم يعملوا إشي وقائي اللي الأولاد ما يتعرضوش لهيك جرثومة. في آذار اعتدنا أن نرى ابتسامات الأطفال لا دموعا خلفتها أوجاع مرض، وبما أن التوقعات تقول إن 10 أيام باقية على انحسار الفيروس، فأمل يظل بأن تمضي على خير. أكثر من 100 إصابة وخمسة وفيات من إنفلونزا الخنازير خلال أسبوع واحد، ولكن ذلك لم يشكل سبباً كافياً لتأجيل رحلات المدرسية لعشرة أيام قادمات سينحسر خلالها المرض. وفاء عروري، تلفزيون وطن، رام الله.